على أنغام الفلكلور الماليزي، افتتح المخرج قاسم اسطنبولي في مدينة صور المسرح الوطني اللبناني سينما تريفولي، الذي أعيد تأهيله بعد سنوات من إقفاله ليعود كمسرح وسينما ومكتبة، في خطوة مميزة لتعزيز رسالة المسرح. اليوم عم نأسس بلبنان المسرح الوطني اللبناني، هذه منصة حرة ثقافية مجانية للجميع. بهذا المكان أي فنان مفتوح هذه القاعة له، هذا المسرح والسينما ومكتبة عامة. نحن أخذنا هذه السينما 10 سنين، اليوم عم تشهد هذا اليوم عودة الثقافة والفن والسينما للمدينة السور، فهذا اليوم يوم للتاريخ، يوم بشكل معه رجعة الفن. ونحن هذا المكان رح يكون حيشهد على مهرجانات، هذا المهرجان اليوم اللي مشارك فيه فرق جاي من الأرجنتين، من الأردن، من العراق ومن هولندا ومن الجزائر، جايين يقدموا مسرح وسينما وموسيقى لأهل المدينة، واليوم هذا يوم فرح. فصور اليوم عم تشهد عودة الثقافة والفن وتأسيس لمرحلة جديدة اللي هي المسرح الوطني اللبناني. افتتاح المسرح جذب عددا من الفنانين العرب والأجانب الذين قدموا إلى الصور للمشاركة في دعم هذا العمل. يعني اولا هذه الفرحه ببارك كثير من قلبي ومن روحي للبنان اولا ولمدينه صور ثانيا، وقلنا احنا كمان هذا المنجز المهم اللي عم بيشتغل عليه قاسم من فتره، وهو افتتاح هاي السينما اللي توقفت كثير. هذا اللي عم بيتم اليوم في نبض المدينه بين روح الناس واهلها ونبض ايقاع المدينه، هاي الاحتفاليه هذا شيء كثير مهم، لانه هذا اللي عم بيعمله قاسم هو منجز مش بس لكم انتم هون، كمان قلنا احنا فنانين. افتتاح مهرجان او اقامه مهرجان تحت حراس لوني يعني شيء جميل، انه يعني الجيش مهما كان جنسيته يكون حاضر في تظاهره ثقافيه، يعني هذا يعني شيء جميل جدا. هذا مهم، هذا إنجاز، يعني إنجاز في حد ذاته. ونحيي بالمناسبة الأستاذ قاسم اسطنبولي يعني على 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 هذا الإنجاز. إحنا كنا دائما نسميه المناضل، نسميه المناضل المجاهد، لأنه استطاع أن يحيي هذا الصرح. السينما يعني السينما هي الأساس والفن هو الأساس. حقيقة جهود رائعة يبذلها اسطنبولي في افتتاح دور العرض في لبنان، وفريق العامل معاه من جمعية تيرو وباقي الشباب الرائعين اللي يعملون بدون كلل ولا ملل في سبيل إحياء الثقافة اللبنانية في كل محافظات لبنان. حقيقة احنا كدول عربية مشاركة في هذا المهرجان نثمن جهود اسطنبولي في افتتاح هذه الدور العرض التي غابت لسنوات طويلة، على أمل أن تفتح باقي العروض إن شاء الله في كل محافظات لبنان. ليس المسرح الوطني اللبناني هو الصرح الفني الأول الذي قام اسطنبولي بإعادة ترميمه بمساعدة متطوعين، على أمل أن تعود رسالة المسرح والسينما إلى واجهة الفن في لبنان. أحمد عيسى، أم بي إن.